يوم ميلادنا انا ولين عزمنا كل الجروب ايه ومره مره صدق صدق مره مره سوينا اشياء مره مره قويه صدق تخيلوا راح نجيب تخيلوا جينا احنا كان عزمنا بنجي الساعه 2 جهز الاغراض وصور في النهايه يعني تخيلوا انا جاي من اول واحده من بس الساعه 9 جينا الساعه 5 بعدين تدرون متين جينا الساعه 5 بعدين من بس الساعه جو مره جايه اول شيء كنت بسوي شعري كذا وبعدين كذا طيب بعدين طلع مره خايس سويت ويف قدامه يعني كانت امي هاي بس راح كله قاعده تكشخ ايش رايكم هذا التصميم طبعا تصميم ماما هي اخترت الالوان اخترت التصميم حتى من ورا كذا فيون كسحبه ما ادري شلون يعني حتى يعني ان شاء الله ماما راح تفتح متجر ان شاء الله يعني نستقبل طلباتكم على الفستان بدنا نكون اول الداعمين لها ان شاء الله بعد مروه كل القرب اي كل القرب طبعا حابين ان قولك لها وانت بخير اللي انت بخير يا حياتي طبعا اليوم ترى اطول مني عشان لابسه كعب مو عشان شيء مو طول منك لا يعني تقريبا طول بعض صاير طولي سمت طولها قريبي شوفي سعير بكبر يصير طولي الحين يوم ميلاد زارا ولين وكل عام بخير لزارا ولين وانت بخير وانت بخير يا مزدة يا قمر عسلني ما اعرف الحين ترقيع نصر شكل كيكتي تعالوا وايش خاطر اتقيك اتقيك وهذا هو تدرون كان عليها صورة باربي تخيلوا ما تدخل ثلاجتنا جينا اعطيناها عن محل حلويات نعرفه قلنا حطها عندك لما بكره هذا كيكتي طبعا كيف باسمي مكتوب عليها اسمي طبعا كذا والورود الحركات البالونات والبوكيه حركات اخت البقره هذا ديكور يوم ميلادنا انا ولين ايش رايكم وهذا هدايا انت ما بعت ترى ذلك لازم تاكليه تسوم لا يلا اول شيء انا سويت الايس كريم طبعا سويت كذا ف الله جبت ايس كريم صفقوها لا تقولي ما يحتاج دايم فقدت الامل بخلات انا اوكي انا ما سويت ولا شيء بس يعني فرينا سويتها لكن انا اللي سويت الاشياء اغلبها لا سويتها يلا بس بخات ورش على اغلبها على مروه لان مروه نحب بس لان ايش دخل بس يلا عشان يحبونك بيرشون عليك كيف؟ اي رشات بخات هذا حب وعمايله الشلي هذا كله تقريبا انا اللي مفاجأة اهلي بيوم ميلادي ايوه عرفتوا؟ انا اللي مفاجئ اهلي بيوم ميلادي عرفتوا يعني بدل ما هم يتفاجئون يجيبوا لي هدايا انا اللي جبت لهم الهدايا جبت لهم شاليه وهذا انا إيه؟ انا اللي لقيت الشاليه لحظه انا اللي جبت لهم محل حلويات برق اي شفته برق يا زين البرق يمكن الحين بناس باقي نادره وجودي باقي جود والنادره قصدي عفوا الحين جت الصبابه بابا ايوه وجاوا ولدي إيه. معها اي وننتظر وننتظر نادره وجود تبعتني وش نادره وجود نادره وجود الحين نادره طبعا توي وصلت وبابي جت ام جود تخيلي توها تقول نادره جت صباح الخير فاذا جت جود راح نبدا نفتح البيت نرجع بيخلص اليوم حبيبتي بنبدا والحين ابريد بيرثدي لا باقي جود لا والله ما ننتظرها تخيل توها قايمة من النوم والحين بنبدا فعاليات ما لها شغل امها توها قايمة معليش واسفين ما تجهزت ولا شيء لا صدق اعطوني رايكم بالله عليكم طبعا محل من اختياري ايش رايكم مكتوب لارا انجلين هابي بيرثدي هابي بيرثدي تو يو هابي بيرثدي تو يو اعطوني رايكم ثاني شيء حلقوم هذا طلبيات ماما دقيقة هذا حلقوم كانت يوم موجودة هي أمين وماما فعجبهم الحلقوم وعجبهم الحلقوم لا بس والله صدق جربت أنا من عندهم مرة حلو يلا طبعا طلعنا من جو الاختبارات والحين تخيل عندنا لارا ولين لا يكون معلورقة
ثاني. يا انا بعد وريهم 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 شكل الهدايا. كيف تفكر مروه؟ واو صدق ناري. هاش انا ما جبت تسمين مروه. سبب عشان ما جبت تسمين ليش؟ انه اول شيء جاي من المدرسه فجأة انام كذا احاول صحيح عليه يصحى. لا ما ترجعين اخص عليها معليش. اي لحظه ما عليك ما برجعك معلي معلي. يبي لي ترويش ما تواوش ما جهز الملابس من امس. هاي انا جيت الحين هي جت اخر وحده وجت متاخر. يلا مروه نبدا فعالياتنا. ايش رايكم باللوك الجديد؟ ما شاء الله ما شاء الله ولا اروع صح. انا في ابان انا الكوين. لا وش تقدر لك؟ انا ما في ناس بس كبير تمشي. اخر ناس الساعه 10 اخر ناس صح. ما جينا تدرون انا في نسبح الحين. هذه من اول ما جينا انا ما نسبح. تخيل ما البس ولا شيء. هذه ما يعطوا بشوطه كسرت الروح خلاص جمتها المايه امشي معها. بنات معفوه زي الناس. هذا تدري شو شو ويا سحبكم. جود ايش قاعد تسوي؟ استكنن استكنن زين. نو از بيوتيفول. لا 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 جورج تقول جورج. انت حلوه انت حلوه انت حلوه انت حلوه. ساره وجود الحين احنا هنا وش خطتنا؟ ان نسبح. مو نسبح نسرق بلو بيري. والله العظيم اننا راعين افكار. والله مره كذا تخيل اسمع اساسا هنا ايس كريم صار خس كريم ذاب صار مره عصير عصير. ايه دايب من عندك ياس جت عندنا. لا ما بصور. مرنا مروه شلون نفسك خالص قاعد تقصر نفسي عشان نكون دقيقة يصلح لي كذا صح؟ لا ها وشون؟ زي كذا. هاي أبى صور. هاي خليه شيء. أخسي على تصوير مراي أخسي فنانة أخس. لا. بالزحف يسمح لي على الكاميرا. لا أعطيني ما أعطيني إياه. توها ماكلة ورقة عنب سبايسي. لا مو ورقة عنب. هاي بنات. أي بنات هاي يعني جميعاً. مرة فلنا شوف هناك ظلي. مرة صوري الصورة تغير شكل طيب. المهم صراحة مرة حلو هذا بيرثدي بس راح أتوقع أن أحلى فكرة أن لما يعني نسبح تجيكم فعاليات ولا أروع. هي من أمك أخواتي يعني مفاجأة ولا أروع. وهذه هدية من اللي انا وماما للارا. يا بعد قلبي يا اختي انتي وامك.
صدق صدق يعني صدق يعني صدق صدق لا نهائي. شكرا مرة. العفو. شكرا مرة. تعالي تعالي تعالي. الحين دورنا نعطيها. شكرا. هذه هدية من سر الدين. شكرا. تعالي. مرة شكرا. هدوني. صغيرة. تعالي. شكرا ام سارة ونادين يعني عن بعد. طيب يلا تعالي. يا سارة ونادين يا سيرتك مره كيوت جنبي. يا بعد قلبي تعالي تعالي. هذا مني وانا ونادين. تعالي بعد. شكرا. هذا اللي تعالي. تعالي يما. مره شكرا. وهذه هدية لالين. هدية ترى اليوم وين متوفقة طاحت لأول مرة. وكمان ألينا هدية منه عشان هم ثالثة أخت الغيور. كيف تسيني؟ من صدق خير وصحة سلامة وأجمل مني أكبر والله. يا حياة روحي والله يا روحي. قاعدة أنقي كل 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 واحدة. وشيك على الفيديوهات الأخيرة. قسم بالله. مع السلامة.